والله شوف هو العفو عند معناها الامكان باهي، لكن العمليه هذه لا الوقت بشقه وصمة عار. انسان يدخل القنصلات نتاع بلاده وما يلقاوش يعفو يزدر ما يلقاوش، الراجل دخل ومعاه واحد مشى، هذه ما تصيرش، ما صارتش في العالم. طريقه شنيعه، تقطيع وخرج بعد فيديو ومنشار معناها حاله غريبه، معناها هذه تقعد وصمه عار. حتى العرب قبل كان عندهم الاشهر الحرام، الاشهر الحرام لو كانت موجوده حتى قبل الاسلام، فهمتني؟ وكذلك العائله المالكه توا يقول لك تشكيل لجنه برئاسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو في العمليه يعني اونتخ نو، خلينا نحكيو بكل طراحه. هذه جريمه رهيبه، تكون تتفق مع الخاشقري مثل اغلب الناس حكوا عليه ما يعرفوش وعمرهم ما قراوا له وعمرهم ما سمعوه، اما هذه ذات بشريه، اعطيته الامان باش يدخل بلاده باش يجدد باسبورته باش يعمل حاجات ما يخرجش من غاديكا معناها. ومن بعد بيان سور خاطر الحكم عليهم، ويمكن خاطر هذيك عندها تبعات على مستوى المنظومه القضائيه او تنفيذ الاحكام في السعوديه وغيره، يعني هذا الشيء توا كان في العالم العربي. اي شو الحق العام ما يقعدش يتبع كي صح كي يتحكموا بالاعدام ولاده يسامحوا، شنو يتنحى حكم الاعدام معناها؟ لا ما ينجموش، هما يعدموا يعدموا حتى بطرق وحشيه. معناها الاشكاليه بدا فلكس انت توا خاطر المعلومه ما زالت جديده معنا. علاش هذا السؤال؟ شنو الخلفيه؟ ما هي هكاك جايه توا قبل العيد وقالوا العفو كل شيء، شكون ينسى اللي قتلوا له ابوه؟ معناها مش قتلوه، توا تعرف في عركة في عركة مات على وجه الخطا ولا في اكسيدون لا سيركولاسيون اللي ماهوش ارادي، اما هذه معناها تنظيم وبعث فرق عندهم مده وتنكيل كما قلت وتحذير واحد، يعني شيء بالتفصيل الممل باللحظات وغيره مليق للامور عندها تخدمت مده اشهر، يعني مش حاجه سهله تقعد نقبه في قلبه. واي انسان عنده ضمير حي لا يمكن الا يتضامن مع هذا الرجل اللي تعتبره شهيد لانه اعطى الامان ومن بعد بلاده ومن بعد قتله مهما كان. حتى الان المرايا الكليانيه تدخل السفاره وتخرج مصطفى مرزوقي كان يدخل يقابل حتى الامباشادور بتاع تونس وقتهم تعرفوا مع بن عليوم ويخرج نورمال، حتى نظام معناها تم حدود ما تنجمش تتجاوزها. هناك كذلك شفت انا البيعه اللي عملوها هو ولي العهد، عملوا له بيعه وخرجت في الجرائد عندها ثلاثه ولا اربع ايام، يعني تقعد تشوف انه معناها كيفاش هي وقت اللي السيده سليمان مشى نقاش الهدهد وقال له ما ريتوش هاو تنشدوا نتفوا ولا نذبحوا كذا، وجاه قال له اني جيت من سبأ بنبأ يقين، قال سنرى ان كنت من الصادقين، قال له راني شفت امراه تحكم فيهم يعبدوا في الشمس وكذا، قال له بعدها هزلها الجواب نتاعي انه من سليمان وبسم الله الرحمن الرحيم تعالوا عني واتوني مسلمين، قالوا قالوا احنا نحن اولو قوة البأس نترمش نحاربوه، قتلهم ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، قتلهم رد بالكم ولو ينجم يعبث بكم. وهو جاب العرش نتاعها قبل ما ترتد عينها هي، والقات وحاسبته لجة وعادت حتى ساقها وشنو، يعني تقرا سورة النمل تلقى حكاية رهيبة، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ما نحبش انا وانه بعض العمليات وما ادرى هو ابوهم فهمتني تولي كذلك التبييض، اذا كان ثم العائله المالكه عندها يد في هذا يجب ان تحاسب العائله المالكه السعوديه على دم هذا الرجل اللي اعطى الامان ومشى القنصلات نتاع بلاده ولحد الان ما لقيناهش. غدوه العيد، غدوه العيد ولا بعد غد؟ والله احنا ماذا بين بعد غدوه، قلت له نزيدوا نقعد الماريشال هيتحضر في الحلوه خاصه